المزيد حول ما جرى ينضم إلينا من ذي قير مراسل التغيير حسن العربي ووالدة الناشط المغيب سجاد العراقي. أهلا بك حسن، يعني بداية لو تطلعنا على تفاصيل الهجوم المسلح الذي استهدف خيمة اعتصام عائلة سجاد العراقي، وماذا بعد الاعتصام؟ ما الخطوات التي ستلجأ نحوها العائلة في حال لم تحصل على الإجابات التي انتظرتها على مدى الأربع سنوات الماضية؟ تحية طيبة لك زميلتي ولكل مشاهدي قناة التغيير الفضائية. حقيقة منذ 6 أيام نصبت خيمة الاعتصام لعائلة المغيب سجاد العراقي التي انضمت فيها عائلته والكثير من ثوار ساحة الحبوبة الذين يطالبون بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي الذي اختطف منذ 4 أعوام نتيجة لاشتراكه وفعاليته في ثورة تشرين. قبل ليلة من الآن تعرضت هذه الخيمة إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، وتحدث الناشط عباس العراقي أخ المغيب سجاد العراقي على أنه الدوريات التي تحيط بخيمة الاعتصام قد انسحبت من مكان الحادث قبل الإطلاقات وعادت إلى مكان الحادث بعد وقوعه. لذلك هنالك تساؤلات عديدة وجهتها عائلة الناشط المغيب سجاد العراقي إلى الجهات الحكومية، ما هي الأسباب التي دعت إلى انسحاب الجهات الأمنية التي كلفت بحماية خيمة الاعتصام، وأيضا هنالك مطالبات بالكشف عمن تسبب بهذا الحادث لكي لا يذهب هباء ولكي لا يتعرض الشباب المعتصمين في هذه الخيمة إلى اعتداءات متكررة في الأيام القادمة. للحديث أكثر عن الاعتصام وعن تفاصيل الاعتصام وعن الخطوات القادمة للاعتصام تنضم إلينا والدة الناشط المغيب سجاد العراقي من خيمة الاعتصام التي تم نصبها أمام ديوان محافظة ذي قار. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لليوم السادس على التوالي نحن معتصمين أمام ديوان المحافظة. نحن عائلة سجاد مع ثوار تشرين. لحد الآن ماكو استجابة لا من الحكومات المحلية ولا من الحكومات المركزية بمصير سجاد. نحن نطالب بمصير سجاد إن كان عدل أو ميت. أو ليلة السبت الساعة 2:15 تقريبا بعد منتصف الليل تعرضت خيمتنا لاعتداء تقريبا أكثر من 15 طلقة على الثوار. لحد الآن إحنا مقابيل المحافظة وهاي مجمعات وهاي الكاميرات. لحد الآن من أول أمس لحد الآن من ليلة السبت لحد الآن ما كاشفين منه اللي ضرب علينا، منو اللي اعتدى علينا، شنو الأسباب اللي خليته يعتدي على خيمة معتصمين ما مأذين شخص وما عندنا أي تصعيد ولا حارقين. مجرد ما أريد معرفة مصير سجاد. مصير سجاد صار له 4 سنوات مغيب بسبب تظاهر بالمطالبة بالخدمات العامة بكشف ملفات الفساد. شاب خريج ما عنده أي أذية على شخص. طيب هل هنالك زيارات لخيمة الاعتصام من قبل الجهات الحكومية في المحافظة أو من قبل ممثلي محافظة ذي قار داخل مجلس النواب؟ لا ما لا المحافظ ولا أعضاء مجلس المحافظة ولا من أعضاء النواب اللي صعدوا بدماء تشرين ولا استجابة من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. وهاي رسالة إليه، يعني هو بزيارة اللي مضت اللي زرته قال أريد التهدئة من عندك للشارع قاري، أريد التهدئة من عندك لثوار تشرين. أنا صبرت 4 سنوات، 4 سنوات أنا صار لي صابرة. حد الثوار تشرين يردون من عندي إشارة للتصعيد، بس أنا جاي أنطي التهدئة وهدئ الثوار وأنطي مجال للحكومة المركزية والمحلية لمعرفة مصير ابني. وهاي رسالة للسيد محمد الشيع السوداني، أريد الكشف عن مصير ابني وأحمل الجهات الحكومية وقائد الشرطة والمنتسبين التعرض الذي تعرضناها قبل يومين.
بلي. طيب زملائي في الاستوديو، اذا كان لديكم سؤال موجه، نعم حسن، يعني اود ان اعرف من والده الناشط المغيب سجاد العراقي اذا يعني توجهت لمنظمات امميه دوليه بهذا الصدد، قامت بمخاطبتها، ويعني الى اين وصلت الامور فيما يتعلق ايضا بالدعوه بالقضاء، يعني الدعوه التي يعني موجوده حاليا امام المحكمه في الناصريه، هل من تطور، هل من ادله، هل من امور جديده؟ طيب بالنسبة للقضاء والدعوة، الدعوة لحد الآن مقامة بمحكمة جنايات الناصرية، حكموهم إعدام ولحد الآن ما لاقين القبض عليهم. حسب الأخبار ناس يقولون بإيران وناس يقولون هنا موجودين، بس إحنا لحد الآن ما نعرف مصير. إحنا قبل لا يلقون القبض إحنا هنا وجودنا أصلا لمعرفة مصير ابننا، لمعرفة مصير ابننا. لا ملقين القبض عليهم ولا يعرفون مصير ابننا. هم لحد الآن وين الخاطفين؟ موجودين وجاي يجون من الناصرية والكربلة، وذاك اليوم طاقين صورة حتى بكربلة، طاقين يطقون صور ونشاطهم بالفيس موجود. يقدرون، تقدر الحكومة المحلية والمركزية يلقى القبض عليهم، بس ما أدري شنو اللي يخليهم ما يكشفون هذا الملف. الملف هذا ليش ما يكشفونه؟ مصير شخص واحد ما تعرفه الحكومة، حكومات محلية متعاقبة، تقريبا أكثر من 4 محافظين صاروا من الخطف سجاد لحد الآن، لحد الآن ما معروف مصيره، ولا يقدرون، ما يقدرون أصلا يلقون القبض على الخاطفين.